يا ترى إيه السبب وراء ارتباط الأماكن العريقة والقصور القديمة بالأساطير والروايات الغامضة واللي ما بنعرف لهاش سبب لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها؟ أنا آلاء غويل وهاخدكم في جولة لأبرز الحكايات والأماكن دي في مصر واللي منها مشاهد عاشها فنانين بنفسهم. البداية هتكون مع المليونير البلجيكي اللي وقع في غرام مصر بعد السفر والترحال إلى معظم بلدان العالم وقرر إنه هيستقر في مصر ويتدفن في ترابها، البارون إمبان صاحب التحفة المعمارية بحي مصر الجديدة في مدينة القاهرة قصر البارون، واللي بيتميز تصميمه بأنه خليط بين فن العمارة الأوروبي وفن العمارة الهندي، وفي برج متحرك بيدور كل ساعة ليتيح للجالس به مشاهدة كل الاتجاهات من القصر. ورغم كل الرفاهية دي إلا أن حياة البارون كانت تعيسة جدا، وده اللي زاد من قصص الأشباح والأرواح اللي تنقلها الناس حوالين القصر لمدة 100 عام، لأن البارون كان مريض صرع وكان بيتصف بالصرامة في الشخصية. كثرت الأقاويل من السكان المجاورين للقصر حوالين الأصوات الغريبة اللي بيسمعوها من القصر في منتصف الليل، زي سماع أصوات لنقل الأساس الخاص بالقصر في منتصف الليل أو إضاءة أنوار القصر فجأة ثم إطفائها فجأة. وقالوا السكان المجاورين لقصر البارون إنهم بيسمعوا صوت شجار وصراخ للبارون وأخته البارونة هيلانا، واللي ماتت في القصر بعد ما سقطت من شرفة غرفتها مستنجدة بالبارون لكنه ما قدرش ينقذها. ومن حي مصر الجديدة إلى حي المختلط بمدينة المنصورة واللي بيوجد فيه قصر اسكندر باشا أو القصر الأحمر أو قصر البارون زي ما بيطلق عليه البعض، لوجود تشابه كبير جدا بينه وبين قصر البارون إمبان. كثرت الروايات والقصص حوالين القصر واللي بيأكد معظم سكان الحي ان القصر ده بيسكنه اشباح وعفاريت. بيرجع تاريخ بناء القصر لعام 1920، بناء الخواجه الفريدو واشترى منه اسكندر باشا وعاش فيه هو واولاده. بيتميز القصر بالطراز القوطي واللي عاده بيرتبط ببناء الكنائس في اوروبا. الروايه الشهيره اللي اتقالت عن القصر ده ان بعد وفاه اصحابه استخدمته الكنيسه المجاوره ليه في تعذيب الراهبات الخاطئات، ولكن نفت الكنيسه الامر ده بعد كده، ولحد النهارده محدش عارف ايه السبب ورا اللي بيحصل في القصر الأحمر في حي المختلط بمدينة المنصورة. ومن اسكندر باشا إلى حبيب بيك السكاكيني صاحب قصر السكاكيني بحي الظاهر في مدينة القاهرة، واللي بيرجع تاريخ إنشاؤه لعام 1897. بيعتبر القصر تحفة من الفن المعماري الإيطالي وعليه نقوش بترجع للعصر الروماني والعصر القبطي. رغم الجمال ده كله إلا أن قصر السكاكيني مسلمش من الأساطير والروايات المختلفة، فمعظم سكان الحي بيأكدوا من سنين طويلة عن أشياء خارقة بتحصل جوه القصر، زي ان القصر بيلف حوالين نفسه او ان ابنة السكاكيني بتظهر في احد الشرفات او ان اضاءة القصر بتضاء فجأة في منتصف الليل. ومن حبيب بيك السكاكيني اللي كان من كبار المقاولين في عهد الخديوي اسماعيل الى عالم الموضة والازياء مع شيكوريل. شيكوريل هي مجموعة محلات كانت معروفة للارستقراطية المصرية والعيلة الملكية، وفي عام 1927 اتقتل مورينيو شيكوريل في فيلته بحي الزمالك في القاهرة. هجموا عليه لصوص وسرقوا كل الذهب والمجوهرات اللي كانت موجودة وهرب. وبعد مقتل شيكوريل وتحديدا عام 1957 اشترت الفيلا دي عائلة أبو عوف، واللي كانوا على موعد مع أحداث غريبة جدا داخل الفيلا، وده اللي حكاه الفنان الراحل عزة أبو عوف في لقاء تلفزيوني، وقال إنهم كانوا بيشوفوا شبح لراجل عنده حاجة و60 سنة بيمر من قدامهم بس عمر عينه ما جت في عينيهم. وده اللي أكدته الفنانة يسرى وحكيته برضو بعد ما قضت يوم كامل مع صديقة عمرها مها أبو عوف في فيلا شيكوريل. والطريف في الموضوع والغريب جدا ان اسرة ابو عوف فضلت مقيمة في الفيلا اكتر من 50 سنة لان الشبح كان غير مؤذي بالمرة، وده اللي قاله الراحل عزة ابو عوف. ونروح لاضخم واشهر عمارة في القاهرة الكبرى وهي عمارة الايموبيليا، واللي اتبنت عام 1938 وكانت ضمن ممتلكات المليونير احمد باشا عبود واللي مكانها في شارع شريف. العمارة دي كانت السكن المفضل لكتير من الفنانين زي الفنان نجيب الريحاني والفنان محمد عبد الوهاب وليلى مراد وانور وجدي ومديحة يسري وكتير من الفنانين. لكن الروايات والأقاويل بتقول إن العمارة دي بيسكنها أشباح وأطياف، وده اللي أكده المخرج خالد الحجر في لقاء تلفزيوني واللي بيسكن تحديداً في شقة الفنانة ليلى مراد وأنور وجدي، وقال إنه بيشوف أشباح وأطياف لأشخاص بتتحرك في الشقة، ومش بس في الشقة، في العمارة كلها، وده اللي أكده ساكن آخر موجود في عمارة الإيموبيليا. وبيقال إن سبب الأشباح والأرواح الموجودة في عمارة الإيموبيليا هو جرائم قتل حصلت فيها زمان. ومن الغريب إن الفنانة كاميليا واللي ماتت في حادثة طيارة كانت بتسكن في عمارة الإيموبيليا، وأسمهان كمان ماتت في
حادث غرق، يا ترى دي صدفة ولا حوادث وفاتهم ليها علاقة بسكنهم في عمارة الإيموبيليا؟ ومن عمارة الإيموبيليا لعمارة رشدي في اسكندرية، على الرغم من كل الأساطير والحكايات الغريبة اللي حكيناها من شوية، إلا إن عمارة رشدي بتتصدر المشهد في الروايات المرعبة والحكايات الغريبة. اتبنت عمارة رشدي سنة 1961، وكانت ملك لليوناني بارديس، واللي كان بيسكن فيها هو وزوجته وأولاده الخمسة. وفي يوم طلعوا رحلة صيد ومات فيها الخواجة بارديس وأولاده الخمسة، وبعدها قررت الزوجة بيع المبنى والعودة إلى اليونان. المالك الثاني للمبنى هو محسن بك، وهو تاجر أخشاب معروف في الفترة دي، وقرر إنه يأجر الشقة اللي موجودة في الطابق الأول لأسرة. وبعد يومين بالظبط من سكن الأسرة دي في المنزل، حصل حريق هائل في البيت أدى إلى وفاة رب العائلة، وساعتها قررت الأسرة فورا إنها تسيب الشقة. وتوالت الحوادث المأساوية في عمارة رشدي عبر السنين، ولحد النهاردة محدش عنده أي تفسير خالص للي بيحصل جوه عمارة رشدي. وأصبحت عمارة رشدي خالية من السكان رغم موقعها المميز في الإسكندرية، واللي تقرر بعد كده غلقها تماما عشان ما يتأذيش منها أشخاص آخرين. هل فعلا كل الحكايات دي موجودة في الحقيقة، أو ليها أساس من الصحة، أو هي صدفة، ولا هي جرت العادة إنه لازم الأماكن القديمة تحط بالأساطير وترتبط بالروايات الغامضة والقصص الغريبة واللي بتفضل تتنقل من جيل لجيل بدون أي دليل مادي؟ أنا شخصيا حصل معايا قصة شبه كده. فاكرة كويس جدا إنه العمارة اللي أنا بسكن فيها من 11 سنة وقع فيها عامل أسانسير من الدور ال 11 ومات، لكن ما حصلش أي حاجة لحد دلوقتي، ولا عندنا أشباح ولا عندنا عفاريت. يا ريت تشاركونا في الكومنت بأي روايات أو حكايات حصلت معاكوا شبه اللي احنا اتكلمنا عنها بالظبط. أشوفكم الحلقة الجاية.